هنتقل هنا للورقة التانية بتاعتنا واللي بتتكلم على الإيرادات العامة والسيطرة على المصروفات. طيب تعظيم الإيرادات بتاعتي من جهة، سيطرة على مصروفاتي من جهة، فيقللوا لي حاجة اسمها العجز الكلي بتاع الحكومة. نشرحها واحدة واحدة بقى. طيب. مصروفات العامة. طيب هي السلايد دي بتتكلم عن السياسة المالية. السياسة المالية دي أحد السياسات اللي الدولة بتتبعها عشان تحقق الأهداف اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها. السياسة المالية دي فيها شقين، شق المصروفات العامة وشق الإيرادات العامة. طيب احنا لو بصينا هنا في الأرقام موجود إن نسبة المصروفات العامة من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت. هي المصروفات كقيمة ارتفعت، ولكن لما بنيجي يعني نقسمها على الناتج المحلي الإجمالي بنلاقي إن هي انخفضت نتيجة زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وده كان ناتج من إيه؟ إن الدولة رشدت المصروفات بتاعتها. يعني إحنا في 2013-2014 كانت موازنة الدولة محملة بأعباء الدعم بشكل كبير جدا، فالدولة انتهجت سياسة يعني إعادة هيكلة سياسة الدعم بحيث إن هي تحقق الهدف منها وفي نفس الوقت تقلل التشوهات المالية الناتجة عنها ويوصل لمستحقي. فدوت كانت من أهم الحاجات اللي الدولة عملتها في جانب المصروفات. في جانب الإيرادات الدولة حاولت تعظم الإيرادات اللي بتجيلها زي إصلاحات ضريبية معينة عملتها واستبدلت ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة وسعت الشريحة اللي بتتعامل يعني أو بتسدد الضرائب، دخلت موضوع الفاتورة الإلكترونية فالناس بدأت تلتزم أكتر بموضوع الضرائب فده زود الإيرادات العامة. طبعا لما بنيجي نقسمها على الناتج المحلي الإجمالي اللي هو مرتفع النسبة بتطلع إن هي أقل. طيب ده بينعكس على حاجتين، الميزان الأولي والميزان الكلي. الميزان الأولي احنا بنقارن المصروفات بإيرادات من غير ما بناخد في اعتبارنا سداد الفوائد بتاعة الديون، فهنا هنلاقي ان احنا انتقلنا من عجز أولي لفائض أولي. يعني احنا في 2013-2014 كان عندنا عجز أولي في الموازنة حوالي 4%. يعني المصروفات والإيرادات لو قارناها ببعض من غير ما ناخد في اعتبارنا احنا بنسدد مصروفات للديون قد ايه، هنلاقي ان هي مش مكفيه. يعني مصروفات اكتر من ايرادي بعيدا عن الديون وفوائد بفرق 4%، في حين ان احنا انتقلنا دلوقتي حققنا فائض اولي 1.3%، وفي يعني بعيدا عن اي دين وفوائده برضه. بالظبط بالظبط. وفي ده بوضوح قدام حضراتكم، ده كلمه فائض اولي او عجز اولي. انا دلوقتي بحقق حاجه اسمها فائض اولي دون النظر لسه لمساله اي دين او اي فوائد. تمام. بس عمليا بقيت بكسب اكتر ما بصرف. بالظبط كده، في حين ان الدولة بيتم النظر لها ان هي كيان مش هدف للربح. يعني الدولة طبيعي ان هي بيكون عندها نفقات وبيكون عندها مصروفات اكتر، وهي بالفعل المصروفات والايرادات الاتنين كقيم ارتفعت. حلو. ولكن رشدنا من المصروفات ووصلناها للاستخدامات الاكثر فعالية وزودنا من الايرادات بتاعتنا. بالنسبة للعجز الكلي هو كقيمة كنسبة أقصد إن هو انخفض، وهو هنا مذكور إنه 6.6 أقل من العجز اللي في الأسواق الناشئة اللي هو بيقدر ب 6.6. فمصر محققة نسبة عجز أقل من الأسواق الناشئة. كنت قبل كده 12 12% دلوقتي بقى 6.1% 6.1. فده بيحسن وضع مصر كواحدة من الدول من الأسواق الناشئة، وده هنلاقيه في نهاية التقرير إن المؤسسات العالمية قالت كده، قالت إن وضع الاقتصاد المصري النسبي بالنسبة لمثيلتها من الدول من الأسواق الناشئة وضع متحسن. هنبدأ نتساءل ليه، فهي الأرقام بتقول الكلام ده. بالنسبة للدين الحكومي هو كان 89.3 بقى 87.2. على الرغم إن هو مازال مرتفع شوية، ولكن في مسألة الدين أنا عايزة أقول إن الدول كلها بتلجأ للاستدانة، الدول المتقدمة والدول النامية. ما أمريكا مديون وبمعدلات أكتر من أوروبا كده. مديون معدلات تفوق 100%. يعني لو خدت إنتاجها كله تسدد ديونها مش هيكفي. صحيح. هي مديونة بمعدلات أكتر. هي مصر قدرت إن هي تقلل معدلات الدين بتاعها، ولكن دايما في تحليل الدين إحنا بننظر على الدين ده إحنا بناخده بنوديه فين. يعني بتستدين علشان تعمل مشروعات وعلشان تزود ولا بجيب بيه اكل وشرب وبنزين حاجات استهلاكيه. فالدين طبعا او يعني عامه مصروفات الدوله كان موجه نسبه كبيره منها لمشروعات قوميه او مبادرات اجتماعيه
صرفت مبالغ كبيرة، أو في وقت الجائحة كان في حزم للتحفيز وإعانات للعمالة غير المنتظمة، فدوت مكن الدولة إن هي بتاخد الدين أو بتاخد مواردها عامة سواء من الديون أو الموارد المحلية بتاعتها، وإن هي بتحطها في الاستخدامات دي. حلو جدا. طب بين قوسين برضو عشان سيادتك تبقى عارف، علشان القصص بتاع الديون ديون، بص واحدة واحدة كده، 94% دي نسبة الدين الحكومي العالمي، العالم نسبة الديون بتاعته حكوميا بتبقى 94%، احنا عندنا 87.2%، يعني انت اقل ب 7% تقريبا عن العالم. طيب تعال الدول المتقدمة بقى، امريكا والمانيا ومش عارف، 115.5% نسبة الدين الحكومي بتاعها، ولا ده بالنسبة لك ملوش أي صدى؟ يعني لما يطلع الشاب غير الواعد غير النابه، الأخ محمد ناصر على سبيل المثال، ولا الأخ عماد بحيري، هو راجل مش غلط بصراحة، يعني ناصر هو اللي لسانه فلت منه فعشان كده بيتكربك من وقت للتاني، لما يجوا يقولوا لك أصل الديون الخديوي اسماعيل، الخديوي اسماعيل ايه؟ هو انت عارف انت بتقول ايه؟ النسبة العالمية 94%، انت 87%، الدول المتقدمة اللي احنا ما احناش منها يا سيدي، ما احناش متقدمين اقتصاديا، 115%، انت 87. فهمنا ولا لسه؟ انا عارف ان عماد اجازة عمدة، ترجع نسمع صوتك نصورة، شش نكمل يا فندم، معلش انا عايزه لازم بس الناس عليك. انا عايزه اوضح في موضوع الدين، لما حضرتك بتقول ان الدول المتقدمه نسبه الدين بتاعتها مرتفعه، لو بصينا من وجهه نظر الجهه اللي بتمنح الدين دوت، كل ما بتبقى الدوله قدرتها على السداد اعلى، كل ما الجهه اللي بتديها دين بتبقى موافقه اكتر ان هي تديها، وده السبب طبعا. ان الدول المتقدمه بتاخد ديون بنسب عاليه، وده برضو السبب ان مصر لما بتحتاج تمويل او كده من الجهات الدوليه علشان هي قدرتها على السداد مرتفعه، ده بيخلي ان في موافقات بتجيلها بالقروض اللي هي بتقدم عليها. تمام. السلايد اللي بعد كده بتتكلم على الشق الثاني اللي هي السياسات النقديه، يبقى احنا كده قلنا الاهداف اللي الدول بتسعى ليها واحنا حققنا فيها مؤشرات ايه، واتكلمنا على الجانب المالي او السياسه الماليه.